يا مرحبا أستاذ. الزراعة المنزلية ثقافة مجتمعية واستدامة اقتصادية. أذكر يوم كنا صغار أهالينا كانوا يزرعون في محيط انخلة، وين الحوض يسقون انخلة كانوا يزرعون فيها من الورقيات اللي متوفرة. ما كانت الزراعة أصناف متعددة، لكن اليوم تعددت الأصناف، وأذكر منها البقدونس والكزبرة والفجد والجرجير، وما ننسى النخلة هي عمود البيت، وما ننسى الحمضيات. واذكر اللومي العماني كان طاغي في بيوتنا، لكن اليوم تعددت الاصناف. الزراعه اصبحت فيها من الصيفيه والشتويه كانوا يزرعونها، لكن اختلف الوضع اليوم. الاهتمام بالزراعه بدا يتطور تدريجيا، وتحولت المساحات الى حدائق مزهره والوان متعدده، ونجحنا كذلك في زراعه ثمار واشجار يبناهم برا على ارض هذه الطيبه. واذكر بعد ان اهالينا كانوا لهم طرق في كيف يزرعون وكيف يسقون، ومتى وقت الري، متى السقى، وعلى حسب الموسم. الزراعة المنزلية تعتبر ثقافة مجتمعية ونمط حياة ربينا وكبرنا عليها. وأكيد سوالفنا اليوم عن الزراعة المنزلية راح نفتح هذا الموضوع مع إنسان خبير في هذا المجال، ما أقول مهندس زراعي، لكن عنده باع طويل من خلال التشجير وطرق الري، عنده طرق ري استخدمها حديثة وقديمة راح نتعرف عليها. وأسئلة متعددة عندنا اليوم في مرحبا الساء راح تتعرفون عليها مع ضيفي. معاكم أرحب بضيفي الأستاذ محمد الزعابي وراشد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله يا أبو سيف. الله يحييك، وشاكرين لك أنك وصلت لنا الاستديو اليوم في استديو مرحبا الساء. الله يسلمك. أكيد راح تثرينا وراح نستفيد من خلال خبرك اللي في الزراعة. والله الجود بالموجود، وحين موسم يعني غاية الحين. نعم، تساؤلات كثيرة حقيقة وضعناها أنا وفريق العمل، كنا نفكر أن اليوم كيف نوصل كل مشاهد يتابع هذا البرنامج المهتم بالزراعة، أو سواء ما كان مهتم بالزراعة وما عنده خبرة، كيف إحنا نخليه يحب الزراعة، كيف يوصل نوصل هاي الثقافة له أنه من خلال بيته، سواء كان بيت كبير أو صغير، حتى لو في شقة في بلكونة. لو نأخذ المحور البداية، أهمية الزراعة للدولة عامة، للمنطقة اللي إحنا عايشين فيها. أبو سيف الله يسلمك، ذكرت نقطة أنا بوقف عندها. أكثر ما خلانا نعرف قيمة الزراعة في البيت أيام كورونا. نعم. لما صار سبحان الله في حاجة للمنتجات وفي حاجة للمتنفس. نعم. تبى تطلع في بيتك ما فيها اكل متنفس او الاشجار او المكان اللي انت تقضي فيه راحتك وتستانس فيه. وسبحان الله يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني البلاد عندنا وفروا كل الاحتياجات، لكن في بعض الدول سبحان الله صار عندهم نقص كبير. صحيح. او صار عندك انت ايضا نقص، ما تقدر تطلع من البيت انك تاخذ منتجاتك. فالواحد لما يكون عنده منتجاته في بيته كم يسوى، وبالامكان انك انت توفر كثير من المنتجات، ما بشيء بسيط يعني. نعم. اليوم متعدد الزراعه أصبحت كثيرة وأصناف عديدة. في السابق الإمكانيات كانت جدا بسيطة، لكن المساحات متوفرة مثل ما قلنا وذكرنا، أن تحت الشيار اليوم تقدر تزرع. إذا أنت مو بقادر توفر البيت الزراعي أو البيوت الخضراء، هذه في طرق عديدة أنت تقدر تستخدمها. شوف، البيوت الزراعية ما كانت متوفرة قبل، والناس كلهم يزرعون، ولا يزال الآن الناس تزرع يعني زراعة خارجية، وناس يزرعون زراعة سواء مضللة يعني أو يسمونها تحت الصوب، أو زراعة في البيوت المبردة، وزراعة عادية، وزراعة مائية، وزراعة سمكية. فكل هذه ابتكارات جديدة، لكن لا يزال الأصل موجود لبساطة وسهالته، وله بعض الخصائص سبحان الله مو موجودة في يعني الابتكارات الجديدة. نعم. الأمر الثاني الله يسلمك، قبل نحن تلو تأخذ موضوع النخل، أصناف النخل اللي كانت عندنا يعني كل منطقة لها نخلها، رأس الخيمة عندها عندهم مثلا 15 نوع، ليوا عندهم 10 أنواع، في العين عندهم العين عندهم بعد 15 نوع. لكن لما صار التداخل واللي يسمونه العولمة، جت منتجات من برا ما كنا نحن يعني نتوقع نعرف هذه المنتجات اللي ياك من العراق، ياك من السعوديه، ياك من 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 فارس بعد يانا، من فارس، من نعم، تونس، من المغرب، من امريكا. نعم. فاقول لك صار يعني كم عدد وفير من المنتجات الموجوده. نفس الشيء اليوم المنتجات اللي قبل، يعني نحن لو تذكر قبل 30 سنه
من يعرف هذا المنجستن والرامبوتان؟ ما حد يعرف. ما حد يعرفه، ويوم ما حد يعرف كيف ياكل اصلا. احنا فاكهتنا الاول الا اللوز. نعم. والنبج والفرصاد والرطبه والموز يبون بعد، وفي فاي. نعم. والفيفاي. نعم. نعم. ويوم يطيح لك التوت والهمبه والهمبه، يعني في منتجات. نعم. اللي هي مالنا الاوليه، لكن لما صارت المنتجات هذه وبدأوا الناس يجربون، فشافوا كثير من المنتجات ايضا قابله انك انت يعني تزرعها في البلاد عندك. نعم. شيء منها يحتاج لها بعد شوي شيء من الظل. نعم. شوي تظلل عليها وبعد تنجح عندك. فكم يسوى الواحد يوم ياكل من منتجات بيته وشيء زار عنه في بيته؟ اليوم ابو راشد الكثير يعاني من مساله، يا اخي انا متردد، خايف اني اخذ هالمنتج المبيدات الحشريه مسببه للسرطان والعياذ بالله. نعم. كيف انا احمي نفسي واحمي بيتي وعائلتي من هذه السموم اللي تبث في الزراعه؟ بالنسبه لمنتجات زراعتك في البيت؟ زراعه البيت انا ابغي اوصل مرحله اني انا، تعال يا اخي لا تلجأ لبرا. نعم. تقدر من خلال البيت تزرع؟ ابو سيف الله يسلمك، اول شيء لازم احنا نعرف عن المبيدات الزراعيه هذه. نعم. هذه مصممه بحيث انها تتفكك جزيء تركيبتها وتتحول الى شيء اخر بعد اثناء فتره الامان. نعم. يعني يقول لك الان هذا ترش وما تاكل مده مثلا اسبوع، لين اسبوع تكون جزيئات هذه الماده تفككت وصارت شيء اخر، وبالتالي انت بامكانك تاكلها. انا يعني اقول هذا الكلام حتى اطمن الناس. نعم. صحيح الوقايه افضل، لكن انا حتى اما المبيدات اللي يسمونها مبيدات الصحة العامة هذه، شوف يرشوه مثلا عن الرمة ويعطيك ضمان 5 سنوات عن متيها الرمة، يعني كيف مفعولة بيستمر 5 سنوات. فبيجوا بعض الناس للأسف وساروا خذوا هاي مبيدات الصحة العامة ورشوها على المنتجات وقال لك خلاص يسدك ترش مرة واحدة. هذه جزيئات ما تتفكك وتاكله أنت بالثمر، والثمرة تتشرب هذه المادة، وخاصة المبيدات في يقتل الحشرة بالملامسة، شيء منها لا، خاصة اللي هي تتعامل مع الديدان تتشربه الثمرة فياكل الديدان اللي داخل. نعم. اللي هو يسمونه المبيدات الجهازية. نعم. فأول شيء يعني، لكن الإكثار منها هي الإشكالية، والإنسان ياخذ المبيدات اللي هي دائما الوزارة يعني تقنن وتفحص وتتأكد من سلامتها، لكن مثل ما قلنا انك تزرع في بيتك وشيء مضمون وشيء تعرفه، وانك انت تسوي وقايه داخليه بالاشياء البسيطه اللي انت بامكانك انك تسويها، او تتحرز بطرق يعني وقائيه افضل من استعمال هذه المبيدات. صحيح. اليوم اعتماد كلي يصبح في يعني في البيوت على المزارع اللي يجيك من برا. نعم. تلقى عنده مسطحات خضراء، تيل او الحشيش يسمونه، تلقى اليوريا يرش اليوريا، هل اليوريا هذا مؤثر على باقي المحاصيل؟ ارجع ابو سيف بس نقطه المبيدات هذه. نعم. المبيد الله يسلمك، انا كيف يعني اتلاشى او اني انا احاول اني اتجنب اني انا استخدم المبيدات؟ نعم. انت تبغى تزرع طماط مثلا عندك. نعم. في البيت وعندك يعني خلينا نقول 50 شتلة بتزرع، لا تزرعها في مكان واحد، وزعها، لان اذا جت اصابه واحده في شجره ممكن تنتشر، بتنتشر في المحصول كامل. انت عندك نخل، ازرع على ويل النخله مثلا 4. نعم. عندك اشجار ثانيه، ازرع شوي هنا 4 3 4 داخل من بينهم، فلفل على طماط على باذنجان، لا تقارب من بينهم، خاصه هذا مثلا في البيوت. هذا واحد، وما يبغى يحط مبيدات، فصاحبنا مهندس قال له ازرع من بين كل شجرة طماط وطماط ازرع اللي هو الثوم. الثوم. نعم. عاد هاي السالفة في مصر. بس هذه أنت رديتنا عن زمان الأول. الأوليين كانوا يزرعون تحت النخيل بالطريقة هذه. صحيح. تلقى زارع هني شوية شي وشوية شي شي. ترى ويساقي ساقي. ويسقي ترى. ومسمد مسمد. والثوم يزرعون من بينهم بعد كانوا. من بين. أنت شوف سبحان الله. هاي كيف اكتسبوا المعرفة هذه؟ المعرفة هاي يسمونها المعرفة بالتطبيقية. هي. يعني أو تجريبية، إني أنا جربت وشفت إن هذا صح، وعقب تستوي متوارثة. فهذا يقول سبحان الله يا محمد، وزرع والحمد لله إن الطماط عنده ما يته إصابات فطرية ما يته مشاكل. لكن السوق صار فيه إغراق
وسبحان الله جت فايدته وارباحه من الثوم مبنى الطماطم اللي زرعه. سبحان الله. مع انه كان زرع عنه بس فقط حتى انه يحمي الشيارة من ال... صحيح. فاقول لك هاي طرق كثيره الواحد ممكن يستخدمها، حتى البعض قام يستخدم الصابون، حتى الصابون بعد يعني يبقى انه ماده كيميائيه. نعم. لكن في طرق كثيره الان المعلومه متوفره كثير في وسائل التواصل. استخدام مثلا الفلفل والبصل والثوم طحنه ورشه على المنتجات وخاصه على الورقيات على الاشجار الطماط، بحيث ان انت تسوي لك وقايه، الملح نفس الشيء ترشه تسوي لك وقايه وحمايه عن الاصابه قبل الاصابه، لان اذا جت الاصابه علاجها صعب. صعب. احنا عندنا موسمين في الزراعه، من ناحيه اني انا اليوم ما عندي الامكانيه اني اسوي بيوت خضراء وغيره. نعم. لكن عندي موسم زراعه صيفيه والشتويه. نعم. الزراعه الشتويه هل محصولها وحصادها يكفيني طول السنه؟ الزراعه الشتويه طبعا انت موسم الزراعه عندنا نحن يبدا خلينا نقول من 9 نعم 10 حسب نوع المنتج وبعض، فانت تقدر تستبق هذا وتقدم شوي بحيث انك انت تسرع في اصايص وتخليه في الظل. مثل اليوم أنا يعني شتلات الطماط بدل ما انا ازرعها في شهر 10 لا انا بزرعها في اصايص مكان مظلل. نعم. وبنزلها في الارض شهر 10 على الاقل تكون كبرت شويه. نعم. فانا اقدر اقدم بهذه الطريقه. الطريقه الثانيه اني انا استخدم البيوت المظلله اللي هي مثلا الشباك. نعم. بحيث اني انا ابرد المكان واقدم فيه الزراعه. فبالتالي انا طولت فتره الانتاج عندي في المحصول. يعني اكتسبت قبلها بشهر؟ قبلها بشهر، عقبها بشهر. عقبها بشهر. البعض يستخدم اللي هي البيوت المبرده. نعم. واوقات قد يكون سبحان الله صعب اني انا اسويه في البيت مع اني الان يعني سووا تصاميم بحيث انها تكون صالحه للبيت، يعني يا دوب حجم الكونتينر او الحاويه الصغيره هذه وحتى اصغر. الامر الثاني انا يسمونها هذه المنتجات اللي انا طلعتها كيف انا اقدر اشتغل عليها اجففها واستفيد منها كمنتجات يعني للبيت في حق المستقبل، سواء بالتجفيف سواء بالتبريد يعني والتثليج في مثل الطماط. احنا عندنا في البيت يعني ما شاء الله اللي يقطفون الطماط يحطونها في الفريزر. نعم. لكن عاد عقب في الفريزر ما تقدر انك تاكله على شكل سلطه. لا تحطها بالطبيخ صلصل. اي نعم بالطبيخ. لكن كثير من المنتجات تصلح يا اما انك تستخدمها كورقيات. نعم. يعني كمجففات او انك تستخدمها مباشره وتحفظها حق فتره لكنها ما بطويله يعني. نعم. هي الـ 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 الورقيات عامه الكثير يقول يا اخي انا ما اعرف كيف اخزنها، راح الموسم علي ما جربت بجرب بس ما بعرف يتعامل معها، مع انها هي سهله. نعم. الورقيات اهم حاجه الواحد والله يزرعها في بيته. نعم. ليش ابو سيف؟ نعم. انت عندك التعامل مع الاسمده نسيتني عن اليوريا قبل. ايه كنت بردك الصور هذا. عن الاسمده وعن المبيدات او عن المبيدات. نعم. فانت من الاسمده في اسمده في الارض وفي اسمده ورقيه. الاشجار اللي مثل عندك البطاطس والفندال والبصل والثوم هذه والفجل هذه انت شو حطيت منها اسمده؟ اقرب يعني نبته تمتص هذه المبيدات اكثر نبته لانها مباشره هي حول الاسمده هذه. نعم. الورقيات مباشره من الجذر الى الورقه. نعم. ونفس الشيء انت بتاكل الورق. نعم. فاذا كانت عليه مبيدات يعني مشكله. نعم. فانت لما تزرع هذه المنتجات في بيتك وتعرف انت شو زارع بالعكس اول شيء ضامن ان هذه سليمه تحت عينك انت زارع انت مجاب لها فبالعكس تاكل لك شيء طيب. بنرجع مدى خطوره ان الورقيات من الجذور الى الورق بعد هذا الفاصل. مثل ما قال ضيفنا ابو راشد ان الورقيات الافضل انها تزرع في البيت
ما تشتريها من السوق. الأسباب براشد ليش؟ الأسباب الله يسلمك، أن أول شيء هذه الورقيات أكثر ما يمكن أكثر النباتات اللي تتأثر بالمبيدات وبالأسمدة. نعم. كون أنها هي قريبة جدا من الأرض، ما في جذع يفلتر الغذاء مباشرة من الأرض إلى الورقيات. الأمر الثاني، ورقيات أنت بتاكلها، فإذا كانت مرشوشة بمبيدات أو مرشوشة بأسمدة أسمدة ورقية يسمونها، فإذا الشخص اللي أنت تتعامل معه سبحان الله يعني قد يكون ما في أمانة، ما تعرف مصدره، فأنت معنى هذا أنت بتاكل هذه المبيدات أو هذه الكيماويات مباشرة بتستعملها. فأفضل حاجة أني أنا كثر ما أقدر أني أنا أزرعها عندي في بيتي، وعقوة أتعامل صراحة حتى بالجهات اللي هي المضمونة اللي أنا آخذ منها إذا كنت أنا في غير الموسم. لكن كم يسوى الواحد والله لما يجني من بيته؟ اليوم لا ننسى أبو راشد أن مختبرات بلدية دبي مفتوحة، تعال افحص وببلاش ويرشدونك بعد كذلك. شو الأفضل والأفضلية؟ لكن أنت هو طبعا اغلى يعني، او خلينا نقول يمكن كل المنتجات اللي تدخل من برا نعم يتم فحصها. نعم. لكن فحص عينه طبعا، ما بحصوا كل المنتجات. الامر الثاني، انت ما بتقدر شاري من الجمعيه او شاري من السوق بتاخذ. لا انا اتكلم عن بيتك. اليوم بيتك. بيتي انا حتى التربه بيتي ما ممكن فحص فعلا. إيه؟ اذا عندك ملوحه في التربه ولا صلاحيتها ولا غيره. نعم. ايضا يعطونك يفحصوا لك التربه ويحصوا لك الماء اذا كان صالح او لا. فأنا لما أزرع في بيتي، وخاصة أنا لما أزرع عندي العيال وأسوي لي مثلا، خاصة ما شاء الله مريت على واحد من الربع هذه مثل يلبة يسمونها، هي يلبة محمد وهذه يلبة سعيد وهذه يلبة راشد، فتستوي منافسة من بينهم، وعقب يوم يجنون وسبحان الله لما يشوف أنه زرع البذرة وطلعت البذرة كيف الوناسة، ولما يحصد وعقب ياكلونه قدامه على المائده، والله يعني وناسه ماشي عقوي، تعلق الولد قلبه في الزراعه في الارض، حب البيت حب، وعقب انت تشغله عن امور كثيره انت ودك انك تبعد عنها. هي حقيقه الزراعه بحر كبير، ومن يمارس الزراعه يتفاجئ ان معرفته قاعده تصير اكبر واكبر، ويتفاجئ في امور كانت غايبه عنه. يثقف نفسه، الزراعة تخليك تثقف من خلال أنك أنت تمارس الزراعة فيها. الزراعة بحر. نعم. يعني سبحان الله، وخاصة الواحد كل ما توغل وكل ما تعمق فيها يشوف أشياء، يعني أنت اليوم أنت نظرت سطحية تظن أن أنت تقول والله شو النباتات الموجودة في البر مثلا عندنا في البلاد، يا والله تمام وصبط وهرب، يعني عشر أنواع 20 نوع. نعم. لكن سبحان الله لما تتوغل وتشوف وتبحث، لا ما شاء الله 100 200 300، شيء موسمي، شيء بعد الامطار وشيء عقبها وشيء. نعم. فسبحان الله. وبعدين نباتات جبليه، نباتات ساحليه، نباتات صحراويه. كل منطقه اللي يبل نفسه سبحان الله، كل ما طلعت فوق شفت طبقه ثانيه من النباتات. صح. نفس الشيء التعامل مع النباتات، يعني اليوم انت عندك هذه الشجره، انا اذكر سبحان الله قبل فترة أكلم واحد من العراقي، فأكلمه عن التطعيم، تطعيم النباتات، كيف أنك أنت تطور من المنتج هذا اللي عندك بحيث أنت تطوره. فقال أيوة نحن هذا نتعلمين أيام المدرسة. تصور يعني الثقافة الزراعية موجودة عندهم، موجودة في المدارس، في المدارس، في الغرس من الصغر، كون أنهم بلادهم أصلا زراعية، زراعية خصبة للزراعة. أي اليوم نحن سبحان الله البلاد قبل منو كان يقول أن هذه الصحاري بتنزرع بالطريقه هذه. نعم. لكن سبحان الله بعد الله عز وجل الفضل منه، الشيخ زايد الله يرحمه، الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه، قالوا زرعوا ما يستوي ابو ظبي، ما يستوي فيها كذا، ما يستوي فيه اراضي مالحه اراضي ماشمة، وسبحان الله قال لا يستوي. نعم. ما في شيء ما يستوي. نعم. وسبحان الله اليوم يوم تدخل ابو ظبي وتشوف ما شاء الله الاشجار واشجار الهمبة، كل الشجار تبارك الله قد البيت الله يبارك. صحيح. فنفس الشيء، فاليوم المنتجات اللي تينا من ليوة انت ما تتصور ما تصدق ان هذه جايه من ليوة. نعم. فما في شيء ما يستوي، والحمد لله رب العالمين خيرات، يعني الله يبارك الارض كل ما ياها تزيد. والناس يوم شافوا ان لا دام في مجال والنباتات الارض قامت تعطي وتنتج، لخلنا نجرب. اتجهوا للزراعه. اتجهوا للزراعه وقام يستوي تحديات ومزامط ويستوي، وبعدين الحكومه المسابقات اللي سوتها
الدعم اللي سووه سواء حق للمزارع او حتى لحدائق البيوت والمنافسه، شجعت الاهالي، شجعت الناس انها تزرع. اليوم حد يجيب شير ضار في بيته وما عنده خبر ان هذا الشير ضار. هذا الله يسلمك، سبحان الله. اول ما خاصه يمكن اشجار اللي هي اللي كنا كاربس او يسمونها الداماس. داماس نعم. هذه اول ما وصلت، يعني وصلت في بدايات ال 2000 تقريبا. تزرعها اليوم انت عقب شهرين توصل لك متر، اربع شهور خمس شهور، خاصه اذا حطيتها يعني اسمده، كانت تباع باسعار خياليه ونزلت من بقول لك من 400 درهم عقب قامت تنباع على 10 دراهم. والحين بدرهم الشدره. الحين عاد بالعكس، حد يقول لك لو تعطيني اياها ببلاش انا ما ابغاها. والله نعم. اللي زرعوا انت وين زارعنها؟ اذا انت زارعنها في بيتك عشان خطر. عشان يجلعها يعني بقول لك البعض خسر مئات الالاف. صحيح. لان اضطر انه يعني البنى التحتيه اللي حدرت في البيوت يا ريان تضررت عنده. اي نعم. في الطوايه سبحان الله خربتها، في المجاري. مجاري نعم. فصارت سبحان الله بعدين هبل البيت، البيت هذا واليار وهي سايره. وهي سايره. فاليوم سبحان الله هذيك لا ده انا بجرب. نعم. السعيد من اتعظ بغيره. يا اخي شوف غيرك كيف انظر منها ولا تضر نفسك ولا تضر يارك. نعم. انا اذكر واحد يقول انا عندي شير، محمد يقول لي دور لي شراي، عندي شير في البيت ابغى ابيعه. وطرش لي صورة، يوم طرش صور الأول الداماس هذا اللي كنا كاربس، قلت يا ريال هذا دور لك حد تعطيه فلوس عشان يجلع الشير عنك. نعم. هي وبعدين كمية الجذور اللي فيها بشيء بسيطة، يوم تجلع جلع لك الأرضيات اللي موجودة. نفس الشيء كانت هي الشيرات الغويف، يعني هذه بعد أول ما جت ناس يعني استحسنوها كون أن حنبلها زين وبعدين خضرة طوال العام، لكنك انك تزرعها في مكان راعي ما ينبت حولها شيء، هاي تاكل الدنيا ما ينبت حولها شيء. سريعه الانتشار تقضي على ما حولها. نعم. وبعدين مشكله وين يعني الان في الصحراء انت ممكن توصلها، لكن اللي زرعها في المناطق الجبليه وترعاها يرعاها الحلال وعقوها في الوديان وعقوها ما بين الليبال واستوت فوق الليبال، ما تروم انت تحشها ولا تروم انت تجلعها، ويرعى عنها سبحان الله يعني الدواب اللي على الليبل وينشرونها اكثر واكثر. فصار اليوم دول ما تقدر انها تتفتش منها. فاقول لك الواحد ليش يعني لا تزرع شيء انت سبحان الله ما تعرفه. اذكر حتى سبحان الله في بعض القنوات اللي هي التسويقيه وحاطين ناس يعني منها اجانب وحاطين عارضين شجره الاشخر للبيع. نعم. واذكرها حاطينها ب 250 والجلاع ترى عليك. فتواصلت وياهم قلت لهم ترى هذه الشجره هذه سامه. مضره نعم. مضره يعني هي اللي صحت صابت في عينه سبحان الله، انتم ما تعرفون وغيركم ما يعرف. نعم. هي جميله وبريه حلوه ناعمه مزهره زهره تقريبا طوال العام، لكن خل سبحان الله حد من العيال تلطمه جايب سيكل ولا غيره. نعم. وتلطمه في عينه. احنا قعدنا سايق يعني سبحان الله الناس نسمع اللي يقولون. لكن فعلا حقيقه الموضوع السائل يقول لك سبحان الله الظاهر انه يمشي وغيره ويت قطره في عينه. نعم. ترقد في توام اظني اسبوع ليك الحمد لله يعني الله سلمه. نعم. ففعلا الشيره بس هاي الشيره كان لها استخدامات اخرى في السابق علاجيه يعني فقط ما كان فيها شيء، لكن هي مضره حقيقه. شوف انت ولها ثمره بعد انا سمعت. لها ثمره فيها بذور والبذور ريشيه اللي تطاير. نعم. لكن انا اقول لك هاي وجودها في الصحراء حلو. نعم. يثبت الارض وبالعكس يعطي جمال للمنطقه وظل الطير وظل فعلا. نعم. وبعدين حتى يعني سبحان الله نحلها عسلها طيب. نعم. تسوي عسل. نعم. لكن ولها استخدامات حتى لبعض امراض مثلا السكر وغيره، لكن اليوم اني انا اقربها عندي في البيت ما يصلح. ما تصلح خطر. هي لان هاي مجرد ما انك انت تلمسها. نعم. سيلت من هذا اللي هو اللبن الحليب اللي فيها. صحيح. على طاري اليوريا مثل ما ردينا قبل شوي. نعم. اليوريا له تاثير لان اغلب البيوت اليوم تزرع الثيل. نعم. فتلقى كميات اليوريا هائله في اساس التخضير. اليوريا طعمك اللي هو عنصر نيتروجين. نعم. فانا لما مثل ما انت اليوم تسير المستشفى وعندك والله نقص فيتامين د وعندك نقص في فيتامين كذا وحديد وعندك وعطوك اياه. نعم. عباره عن كبسولات.
نفس الأمر ترى في بالنسبة للنباتات، لما أنت يعطونك إياه على صيغة كيماويات ما يعطونك إياه بصورة طبيعية، فالنيتروجين يرفع من طاقة الشجرة في النمو وبعدين يفقر التربة، فهو لازم اللي يعطي اليوريا لازم أيضا يغذي التربة، وبالتالي أنت تعطي مثل ما يقولون هذه المشروبات الطاقة، تعطي المنتج طاقة أن ينمو نمو سريع. هذه نفس الشيء، لكن الإشكالية في كثرتها. يعني الشيء باعتدال أنا أقول لك ما في مشكلة، خاصة لما إذا أنت تعطيه حق نباتات زينة، أما إذا أنت تعطيه حق نباتات مثمرة الواحد بقياس، ولا يقول لك لو اليوريا هذا مو موجود في العالم ما بيغطي المنتجات اللي والخضروات اللي في العالم ما بتغطي العالم. صحيح. اليوم أنا كرب أسرة في بيتي منزلية هذا أبغي يكون متناسب مع الطبيعة اللي أنا أعيشها ومتنفس لأهل بيتي كذلك. أكثر البيوت ضد أنها تزرع في بيتها، يقول لك لا خلني أحط أنترلوك كامل في البيت ما فيه أخسر الماء، ولا يقول لك اليوم البديل الترتان هذا الثيل الاصطناعي. هذا له تأثير؟ ترى أوقات الواحد يقول لك أنا يعني ليش هو حط هذا الانترلوك، أوقات البعض يعجز من الزراعة. نعم. قال عجزتنا جهد مال، ولا قال لي والله يباله تنظيف يباله مجابل وأنا ريال أو يبوي فرش هذا الترتان فوق عمرك من الصدعة. سبحان الله قبل أيكم سويت تجارب على حرارة وراويتك يا قبل الحلقة. نعم. هذا اللي هو الترتان أو اللي هو الحشيش العشب الصناعي، هذا درجة حرارته كانت 67 هذا الساعة 2 الظهر. نعم. بالمقابل كان العشب الغير مروي درجة حرارته 40، المروي كان 32. نعم. فتصور هذا كله بينعكس على البيت. نعم. هذا بيبرد البيت وهذا بيزيد حرارة البيت. نعم. القار 67. شوف. القار 67. فأنت أول شيء تبدأ زراعة، أول شيء صراحة اللي يبغي يزرع زراعة جيدة مثل ما قال أحد الأخوة، قال أبوي أنا هذا طبعي في الشتاء أشتري وفي الصيف يموت عني وكل سنة. لا، أنت عندك مشكلة أن الشيار يموت من عندك مشكلة، أما سواء عدم رعاية عدم سقي في ظروف البيت ما تسمح التربة، فأنت على أساس أنك أنت يعني تضمن أن هذه الأشجار تطلع عندك بصورة حلوة ونمو حلو لازم تعرف بعض الأساسيات. يعني أول شيء لا تخلي بيتك أنت عبارة عن وهج اللي يحطوا لك مثلا الأرضيات سوداء، صحيح تعطيك فخامة لكن تشع من الحرارة لين الساعة 10 من الليل وسبحان الله البيت حار والبيت حار. نعم. ناهيك عاد عند حد من العيال ان طلع يتمشى رمضة ما يرم لا يربع لا يمشي لا غيره. فأقول لك هذا شيء. شيء نعم. ثاني حتى جدران البيوت اللي يحط لك يعني الأصباغ يعني حارة أو يعني عاتمة نفس الشيء مكلفة، هي كلها مكلفة. يعني لا لون العاتم اللي هو مثلا خلينا نقول يعني الألوان اللي هي قريبة من السواد تمتص الحرارة وتسوي نفس المشكلة. نعم. يشع البيت حرارة، فأنا أول شيء أحاول أنا يكون ألوان البيت اللي هي الفاتحة بيج، ومن أجمل الألوان صراحة البيج. نعم. حتى لو ياه الغبار وتوسخ ما يتوسخ، فجميل وهادي للعين اللي هو الأبيض اللي يسمونه الأوف وايت ومناسب لبيئتنا نعم. فأنت أول شيء خليت البيت هيئته من البداية. الأمر الثاني أنا صراحة دائما بعد أشجع على نفس نظام بيوت الأول. نعم. الحوي في الوسط. نعم. والبيت مداور يكون داري على هالبيت نعم. فأنت تستانس من حديقة بيتك وهلك يستانسون ويأخذون راحة وهلك يستانسون من حد متكشف عليهم، يعني حديقتك لك ما بأنت في عندك حديقة والمستمتع فيها يرانك من حولك يارك كان بيتك أرضي ويارك طابقين بعد هذه لما أنت أصلا ما بتقدر تطلع يعني حقيقة. عيالك ما بروم يطلعون. نعم. إلا هم متغشين. نعم. ولا بيقدرون يأخذون راحتهم. صدق. فهذه يعني سبحان الله هذا شيء أساسي صراحة. فأنت هذا أمر، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أبو راشد بناخذه بعد الفاصل هذا. يلا بسم الله الفاصل قصير وردي.
يقول براشد ان البيوت الاوليه هي متنفس لها البيت ذاري تغطي، خاصه اللي جاي على حرف اليوم او السي. اليوم تغيرت البيوت، حولك ساعات انت بيت ارضي وحولك بيت طابغين يكشف بيتك. أيوة. وهلك ما يرمون ياخذون راحتهم. ففي امور انت تقدر انت تهيئها صحيح لبيتك ترتبها. ومثل ما قلنا الماضي كان شوي يعني عندهم ثقافه في هذا الموضوع، عندهم والناس بعد تراها بعد دم وضمير، يعني هذا يكسب بيتك يطالع بيتك مصيبه طعم كبره. لكن اليوم التغيرات اللي صارت، طبعا كنا احنا مع التطور اللي قاعد يصير، بيوت مودرن على بيوت، حتى اسمه ما باسمه بيت، اسمه فيلا تغير. الزراعه هي الزراعه ما تغيرت، بس الاهتمام تغير. اليوم تلقى واحد مهتم بالزراعه بس بصوره اخرى، يقول لك انا احب التزهير، انا مع الورود مع الزهور مع الشيرات اللي تطلع ورد فقط في بيتي، يحب الورد. في حد يقول لك يا اخي انا ريال منطوقي احب النخل، غير النخل ما ازرع. وحتى الامريك اللي يطلعون ترند اليوم، شيرة اللوز اصبحت ترند. نعم، ناس شلت زراعه في بيوتها حطت كل اللوز، بس في موسم الحصاد شافوا الكيلو ب 500 كيلو، يا ليت بعد ياخذون يبيعون ويعني يوصلون ان يتاجرون فيه. اصبح الموضوع بس فقط صوره ان هذا لوز، وفعلا حتى غلى ارتفع سوقه وايد بسبب التصوير اليوم. شو تنصح اليوم كل رب اسره عنده بيت وعنده مساحه ممكن انه يستثمرها؟ يقول اللهم صل وسلم عليه، بيت لا تمر فيه جياع اهله. نعم، انا اقول انت في بيتك يسد لك 4 انخلات بس واحد تبشر وواحد خرايف وشيء اخر الموسم. نعم، لان الله يبارك هذه الاربع انت لو جابلتهن عدل يعني كل واحده قرابه ال 100 كيلو بتطلع لك. نعم حقيقه، هذه من امي هاي 400 كيلو انت كم بتاكل؟ انت بتاكل وبتجسم والله يبارك وبعده بيتم عندك وبتخزن بتسوي تمر وبتجسم وبعده بيتم عندك، وهاي الشيره الوحيده اللي ما تختلف عليها اشياء. فالواحد فكثير من يعني يحط يزرع في بيته هاك النخل وسبحان الله خلص المكان، وخاصه ما شاء الله النخله تفرش. نعم، الامر الثاني الله يسلمك الاشجار المثمره، انا حسب الاشجار المثمره اللي عندنا يعني تجاوزت الله يبارك 20 شجرة انا اقدر ازرعها عندي في البيت، بحيث انه يكون البيت حي، ثمر ورا ثمر ثمر ورا ثمر، وبالتالي انا طوال العام الحمد لله بيتي فيه ثمار. نعم، ومن افضل والذ الاثمار الاشجار صراحه اللي ما تحتاج لا صيانه ولا غيره ولا رش مبيدات، اللي هو الفرصاد او التوت. الفرصاد نعم، والتوت اليوم ياك اشكال انواع بعد ما شاء الله، اللي هو طويل والعربي وشاك بعد الحين تايلندي وياكل، ف غنيه جدا بالعناصر مضادات الاكسده، تقدر تجففها انتاجها غزير وما تحتاج هذيك الصيانه ولا التعب، قص عود وزرع. نعم، هي فاقول لك هذه يعني صراحه ود الواحد كم يسوى هذا المنتج، بتاكله بتعصره بتجففه كل شيء موجود فيه ما شاء الله. صحيح، فلو حسب اقول لك الواحد شيء منه يعني تقدر تاكله وشيء منه الشيره نفسها هي قد تكون ثمر، وهي ايضا تكون لك ظل وتكون لك ساتر، فاكثر من شيء في الاشجار المثمره انت تقدر تحصله. لكن انا بزرع لي شجره مزهره زهرت شوي وعقد زهره والسلام ختام. نعم، شو حصلت من وراها؟ ما استفدت شيء. لكن اقول لك كم يسوى لو تتذكر يعني قبل، يمكن سبحان الله يعني عيال الجيل هذا يمكن ما عايشوا المشاهد القديمه، يوم الواحد يتجمعون ويهزون اللوزه واللي يركب واحد الخفيف منهم يركب فوق ويهزها حتى ان يتناثر والعيال باجي تحت يلقطون. ولوزه واحده تسد الفريج كامل. حقيقه يعني انا هذا عشته وشفته. اليوم لوزه واحده تلقاها، هاي اللوزه عمرها ما ادري كم من سنه في بيت فلان فلان. ايه، انا حيد بيت حياه الله يطريهم بالخير ان شاء الله دوم منهم سالمين وغانمين بن شفيع. نعم، هالجميله العوام. أيه، عندهم حياتي ادتهم لوز عود الكل ينصاها ما شاء الله، هي منطقه الخامسه في جميره مسقيم. أيه، يونها من السادسه، يونها من المناره الرابع، كلها اللوز موصوفه موصوفه. ولا يقولون لنا شيء. أيه، نحضر بيتهم
ونشل طال عمرك من هاللوز ورقيناه ولا ضربناه كربت بالنار ولا غيره وخذنا مقسومنا نصيبنا وروحنا ولا يتكلمون بل بالعكس يسألونك تغديت سبحان الله ايه كان كاينهم القايده شوف الله يسلمك فانت عندك هذه العدد الكبير من الاشجار اللي تقدر تزرعها انت في البيت فانا بالعكس ازرع يعني وازرع يعني احنا ضد المبالغه لا اي ليش ازرع احتاج احتاج, احتاج, احتاج لوزه واحده اي نعم ومثل ما احنا قلنا النخل يعني ان بغيت انت اعطوه الموسم رطب يعني الاولين شو يقولون عن الرطب يقولون حاضر يوم غايب سنه نعم هذا موسمه وخلص وخلاص فانت يوم بتاخذ تزرع من اول الموسم ووسط الموسم عندك وعندك اخر الموسم يسد انك اربع وكفايه ايه اربع اصناف وين حتى بس يسد انك هنتين انت سبحان الله بعد ما عندك مساحه كبيره نعم اللوزه لكن اللوزه انا ما اشتريها من السوق وازرعها ايه يعني دائما اقول اللوزه ما تنشرى يا اخواني اللوزه تنزرع نعم حصلت لك كلت لك لوزه عيبك وعيبتك وطيبه وتشوف لحمها غزير نعم وما فيها عزاره هذه انا بزرعها نعم والحين قاموا بعد ما شاء الله يطعمون اللوز مع انه شوي صعب اي نعم جابوا قلم من لوزه طيب. طيبه وحطوها على اللوزه اللي عندك هذه والله يبارك ما تثمر مباشره اي نعم ما تطول يعني حتى الحمضيات قاموا يسوونها انت نعم هاي الحمضيات عادها من اول نعم. لانه تقبل وبسهوله بسهوله نعم لكن اللوز الحمضيات يا ريال عندك في البيت عندك لو تحسب الحمضيات بطلع لك على الاقل 10 انواع نعم وحد على الشجره الواحده حطها فيها 10 انواع احنا اعتدنا على ابو راشد اللومي العماني نعم ينزرعها شجره واحده ايه؟ تكفيك نعم وتكفي يارك الله يبارك وتيبس بعد منه وشي يسوونه بعد اشار يسوونه نعم يسوون كل شيء نعم شجره واحده فالمبالغه يسوون الخل زايده ما منها فايده لا يعني بس هو كم يسوى الواحد بقياس 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 انا ازرع لي مثلا حتى الحمضيات بعد يوم مثلا انواع نعم وما شاء الله في الصنف البرازيلي هذا ممتاز من غير بذر هذا اللي من غير بذر نعم. وكمية الماء ما شاء الله فيه هذا نجح ويانا نجح الحمد لله نعم. الحمد لله وفي العماني في بعد يسمونه شتواني يعني يثمر مرتين مرتين وحد ما شاء الله شوف كيف يعامل العماني نفسه ايه؟ بحيث انه يخليه ينتج مرتين احنا ناطريا نقول هي مو بالسمامة احنا لانه جاي من بيئة عمان سلطنة عمانية ثانية نعم. نعم في مو بدنا عماني لا خلاص اسمه 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 استواء العادي نعم. اساس انه مثل الهمبه نعم بعدين نفس شجره الهمبه شجره ممتازه الان انت على كيفك ان بغيتها ساتر نعم. وظل بتزرعها صلامه صلامه وان بغيتها لاحق انتاج بتزرعها مطعمه نعم وبالتالي بتنتج لك ان شاء الله مباشره بعد الشجره وحده الهمبه تعطيك تجني منها لين نعم. البش اذا جابلتها وزرعتها عدل نعم, نعم صراحه هيئت لها التربه المناسبه هيئت التربه المناسبه تسميد عدل نحن نشوف في مشكله عندنا في موضوع الاسمده نحن كانوا الاولين يسمدون مره واحده في السنه نعم في شهر 12 11 في الشتاء نعم. زين ليش لان عمليه يعني توفر الاسمده ما بشيء سهل نعم وبعدين شغله التسميد انك تجلب الارض وقطع العروق وشغله كبيره فكانت نتعب. من ضمن معالجه النخله وتجهيزها حق الموسم القادم اللي هو التسميد ايه. اليوم يعني صارت الاسمده من اسهل ما يكون واشكال وانواع معالجه وعضويه سواء كانت من اسماك ولا حيوانيه لكنها حولوها او انها حتى من يعني مثل الهيوميك اسيد الاحماض الامينيه هذه نعم. ايضا هاي طبيعيه ومن الارض فجمعوها وعطوك اياها وبشتى الطرق تبغي تصب لك غطاء في كل الشجره ولا تحصبها في التانكي او الخزان فليش انا اربط عمري بس اني اسمد في هذه الفتره وخلاص ما شاء الله يعني الدول او الناس يعني في الزراعه جرعه التسميد شهري حق النباتات المشاتل عندنا هنا في ورسان كل 10 أيام تسميد تسميد فأنت يوم تقولون ليش الناس ليش الأشجار في المشاتل الخضراء كل 10 أيام تسميد بس هاي مو بضارة أنا ما هم طبعا هم يبغون النضارة والخضرة حتى أنت يوم تشتري الشجرة تجدها بجمالها وخضرتها هني المشكلة عادة عقب هاي البيئة الحلوة وبتطلع ويلفحها الحر وتجيب البيت بدا اسبوع الا الذوب لهذا انا دائما اشجع اشتروا من الاشجار المعروضة برا لا تشتروا من الاشجار اللي تحت الظل ولا تنسى انت قلت الشجرة زرعها بنفسك لا تشتريها نعم
هذا عاد شو هذا بالنسبه للوزه اللي انت تعرفها. إيه حتى اهالينا الاول يوم ناكل الرطب ولا شيء قال لك سر ازرع الطعام هيك. إيه سر غرسه صح اللوز سر غرسه هيك ناكل إيه يوم يوم يعرفون ذوقها إيه وشوفون شيء طيب ازرعوه. يوصي إيه يوصي الصغير يصير يزرعها. نعم نعم. لكن اقول لك الان يعني خاصه كثير من الناس اللي يقول لك والله الاشجار انا ازرعها وتموت عندي. إيه لا اول صدمه هذه للشجره هذه حاسب عليها. انت اذا بتزرع شجره بيابنها من مكان مظلل ورطب وبيئه يعني جدا ممتازه وتحطها مباشره تحت الشمس بتتاثر طبعا بتنشف اعوادها ولما تترقع مره ثانيه تحتاج الى وقت. نعم. ف يعني انا اقول اللي يبغي تكون عنده حديقه جدا ان شاء الله انها تكون جميله اول شيء لا تزرع الا النباتات اللي تصلح لبيئتك او وفر بيئه مناسبه للنبات. النبات نفسه. النبات نفسه. نعم. ابو راشد اذا ما عندي المساحه اليوم. نعم. نسمع ان في زراعه الاسقف زراعه المنزليه فوق الاسقف. نعم. هل الاسقف تتاثر من هذه الزراعه؟ هل مجديه كذلك الزراعه فوق الاسقف؟ يقول لك اللي بس صلاه ما تفوته. نعم. والله اني انا اوقات امر على يعني تشوف البنايات وتشوف مثلا بلكونه وحده تبارك الله تقول غابه. نعم. من كثر النباتات اللي فيها. صحيح. فانا إذا كانت عندي مشكلة في موضوع توفر المساحة وأبغي أزرع ما عندي مشكلة أنا أزرع طعم يقول أصلا البيوت تقريبا شبه مجهزة. نعم. خاصة البيوت الحديثة. نعم. لكن فوق هذا بعد أنا مرة أخلي إذا كان في ميزة الزراعة اللي مثل عندك الزراعة المائية أن الماء يدور فيها نفسه ما في شيء تصريف خارجي. بس هذا يبارب جابر شوي معابله شوي. عدل الزراعه المائيه شوي حساسه. نعم. كون انه يعني انك انت لازم تحافظ على مثلا معدل الحموضه عندك اللي هو المحاليل اي وبي عندك. فاذا كان واحد متفيج وعنده اهتمام وعنده هوايه لا ما شاء الله الله يبارك يعني اخوات ما شاء الله عندهن بيوتهن الزراعيه وهن مجابلات بروحهن. الامر الثاني فانا اقول لك اني ازرع الاشجار المناسبه اهيئ التربه اوقات يعني التربه تكون غنيه لكن تركيبتها غير مناسبه مثلا احنا طينه الوادي. نعم. طينه الوادي هذه من اغنى التراب الزراعيه لكنها تعال زرع فيها ما يستوي شيء. نعم. لان عباره عن حصى ومساماتها خذها وخلطها انت بتربه ثانيه. نعم. شوف كيف سبحان الله الانتاجيه اللي اخلطها مع البتمس كيف الانتاجيه اللي بتجيك. نعم. الامر وخاصه لو الوديين كانوا حتى مثلا يجمعون هذا الطين هذا اللي يستوي في الوديان وكانوا يجيبونه ويحطونه يخلطونه ويا التراب اللي عندهم لان هذا او ان كانوا يوم يجي الوادي افتحوا الوادي وياب لهم التربه بنفسه وياب لهم التربه هذه. نعم. ومره ترسل المزرعه. نعم. فهذه يعني حتى قبل مثلا المناطق اللي هي التربه عندها فيها شوي مسامات جت هذه سكرت المسامات وسمدت سبحان الله تسميد طبيعي جابت كل المخلفات الحيوانات وياها وسمدت تسميد طبيعي. على عجاله هل الورقيات اللي تتساقط من الاشجار هي تنفع انها تكون السماد عضوي للشجره نفسها؟ اصلا هو الورق هذا عباره عن العناصر اللي كانت موجوده في الارض. طبعا. والعناصر اللي انت حطيتها شكلت هذه الورقه. نعم. فانك انت تستخدم هذه الاوراق في تسميد هذه التربه بالعكس هذا شيء زين لكنك تعالجه. نعم. بحيث انه يتحلل يعني حد يحطه مع الاسمده يرضمه فوق بعض وعقب يسكر عليه فيتحلل مرة. وحتى مخلفات البيت من الأفكار الجميلة صراحة أنا شفتها عند الفواكه الفاسدة الأسماك كل شيء حطه فوق بعض مرة وبيتحلل. أنت تقول والله هذا عبادة وعقب يسوي روائح أو غيره في طريقة في فترة زمنية بسيطة وكل شيء يختفي. بوسيف شوف فكرة صاحبنا على عجالة بس لأن الوقت دارك. زين عندك عند كل شجرة شفت الكعد هذا قصة من تحت وحطه في الأرض. نعم. المخلفات اللي عندك عقه فيها وسكره العضويه وسكره لين جريبه ينترس انت قاصله من تحت. نعم. ارفعه وسكره وبالطريقه هذه افضل تسميد للشجره افتكيت انت من المخلفات اللي عندك في البيت وحصلت سمادك من بيتك. باختصار ابو راشد اليوم المبالغه في التسجيل مو بجيده اللي يزيد عن حده كذلك مو بجيده. خذ مقسومك مثل ما قال براشد اربع انخلاط كفيك الحمضيات لو شيره وحده الهمبا وحده كافي في البيت وابتعد عن الشير الضار. حديث جدا شيق معك يا براشد. اذا زاد طال عمرك التعب في حديقتك. نعم. صرت انت تعافها. نعم. وبتتعبك
وبتقول حط انترلوك. نعم. فخلك على قياسك. خلك على قياسك مثل ما قال اخوي براشد بعد كذا، خلك على قياسك. هل راح نوصل اليوم من الايام في بيتك انت يا تشوفني وتتابعني في مرحبا الساعة يكون عندك اكتفاء ذاتي؟ نتمنى ذلك، ان احنا دائما نثقف نفسنا من خلال التعرف على الزراعة من قريب. تقبلوا تحياتي، اخوكم يوسف الحافي، مرحبا السلام.